جعل الله الوالدين مؤل السعادة، روضة العطف والحنان، فحقهما عظيم ومعروفهما لا يجازى، وجميلهما يربو على كل جميل من الخلق. وليس في الناس أعظم إحساناً ولا أكثر فضلاً من الوالدين. من قال أف فقد عق والديه، فكيف بمن قال أعظم من ذلك؟ وكيف بمن قطعهما أو أساء إليهما؟ إذا جعلك والديك أميراً مدللاً في صغرك فاجعلهم ملوكاً فيك. إن بر الوالدين هو أقصى درجات الإحسان إليهما، ويدخل فيه جميع ما يجب من الرعاية والعناية. للوالدين منزلة عظيمة لا تعادلها منزلة، لا بد من الحديث معهما بكل أدب وتقدير، والإنصات إليهما عندما يتحدثان، وعدم التضجر أو إظهار الضيق منهما. إذا كان من الطبيعي أن يشكر الإنسان من يساعده أو يقدم له يد المساعدة، فإن الوالدان هما أحق الناس بالشكر والتقدير لكثرة ما قدما من عطاء وتفاني وحب لأولادهما دون انتظار مقابل. وأعظم سعادتهما أن يشهد أبنائهما في أحسن حال وأعظم مكان. وهذه التضحيات العظيمة التي يقدمها الآباء لابد أن يقابلها حقوق من الأبناء. في البر منجاة من مصائب الدنيا، بل هو سبب في تفريج الكروب وذهاب الهم والحزن، كما ورد في شأن نجاة أصحاب الغار، إذ كان أحدهم بارا بوالديه يقدمهما على زوجته وأولاده.